بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: ولوجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع، وأنه أقسام. أخذنا منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، والآن خيار العيب. خيار العيب: إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار: إن شاء ردها وأخذ الثمن، لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن، كان يكون العيب ينقصها العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد، فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة. لأنه دخل على بصير. نعم. والعيب في المرض أو ذهاب جارحة أو سن. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض. اشترى دابة وجدها مريضة، والمرض بها من قبل العقد. أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على ملكه. وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان، فإن له الرد بالعيب، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم. وفي الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والإباء، أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه بأن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم. فمن اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد واخذ الثمن، لانه بذل الثمن يسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع في الثمن كما في المصرات، وبين الامساك واخذ القرش، لان الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فاذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كذب في يده. والارش هو ما بين قيمه السليم والمعيب، هذا هو الأرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم. كيف؟
يد البائع يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. بعد العقد يا شيخ. إيه قبل أن يقبضه. نعم. ومعنى الحرش أن ينظر ما بين قيمته سليم. ينظر. أن ينظر ما بين قيمته سليم ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن. فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه. لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائد. نعم. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة بـ15 يظهر فيها عيب فتقوم صحيحة بـ10 ومعيبة بـ9 فقد نقصها العيب عشر قيمتها فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن دينار ونصف. نعم. وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن فوات جزء من المبيع يسقط عنه الضمان ما قابله من الثمن أيضا لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة سليمة فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم. ولأننا لو ضمناه نقصان القيمة أقضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن وهو أن تكون قيمة المبيع 10 فقد اشتراه بـ5 ويكون العيب ينقصه نصف قيمته وذلك 5 فيرجع بها فهذا ضمناه بما ذكرنا. مسألة وما كسبه المبيع وحدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لما روت عائشة أن رجل يدفع أولاد استعمله ما شاء الله. لو اشترى دابة أو بيتا أو سيارة وحصل منها ريع قبل أن يعلم بالعيب فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد يكون للمشتري لأنه نماء ملكه لأنه قبل أن يعلم بالعيب هو ملكه فله هذه الغلة لأنه لو تلف صار من ضمان المشتري فكذلك إذا أغل بغلة يكون للمشتري قوله صلى الله عليه وسلم الغنم بالغرم وفي رواية الخراج بالضمان. نعم. لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة. نعم. رواه أبو داود وعن ليس له رده دون نمائه لأنه تبع له أشبه النماء المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. نعم. فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجب رده دونها. يعني إذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة الزيادة تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء إن أمسكها فهي له وإن ردها فهي للبائع لأنها لا يمكن فصلها لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده بائع أو المشتري. نعم. مسألة وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعدى رده فله ورق العين أما إذا أعتق العبد ثم ظهر على عين قديم فله الأرض بغير خلاف نعلمه. ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرش أو الإمساك بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش هذا إذا كانت العين باقية إذا كان المشترى السلعة باقية أما لو تلفت
فإنه لا يستحق الرد، تتلف على ملك المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالأرش النقص، يعني له أن يطالب بالنقص. نعم. وإن تلف المبيع أو تعذر وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه. نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه، لو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معيب، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ الأرش فقط. نعم. لأن البائع لم وقته ما أوجبه له العقد، فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه. نعم. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا، حيث تصرف فيه مع علمه بعيبه ذكره القاضي. وعنه في البلع والهبة له الأرش، ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب، لأننا جوزناه إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وذكر أبو الخطاب رواية في من باعه ليس له شيء لأنه استدرك وظلمته ببيعه. طبعا العلم يبرهون شوي لأن الصوت يختلط. نعم. فلم يكن له أرش كما لو زال العلم، فإن رد عليه المبيع كان له حينئذ الرد أو الأرش كما لو لم يجد أخلع. نعم. لو علم بالعيب، لو علم المشتري بالعيب، فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى، لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب، فالمفروض أنه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها بأن حملها أو سافر عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ، لأنه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم. مسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، الحديث التصرية، لا تصر الإبل، الحديث التصرية في اللغة، هذه مسألة المصرات، وهي إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عادة لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها، مصرة يعني مجموع. أو شرى ناقة خلف حلوب ووجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك، فإن له الخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص كما سبق في العيب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاع من تمر. إذا ردها يرد معها صاع من تمر، صاع من التمر في مقابل أيش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه. نعم. التصرية في اللغة الجمع، يقال صار النار في الحوض وصار الطعام في فيه إذا جمعه، وصار النار في ظهره إذا ترك الجماع. وأنشد أبو عبيدة رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب من طوال شرته. 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 نعم. ويقال المصرات المحفلة.
المحفلة المحفلة وهو من الجمع أيضا، ومنه سميت مجارع الناس محافل. المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلو كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش، غش من البائع يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتصفية حرام إذا أراد بها التدليس لقوله عليه السلام ما غشنا فليس منا، متفق عليه. يعني هذا الفعل من البائع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام هذا تدليس وهو غش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم. من اشترى مصرّة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وصاعا من تمر. نعم. وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم لا تصروا، لا تصروا للتصرية، لا تصروا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يحلبها إن شاء فهو فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف التمر باختلافه فوجب به الرد، كما لو كانت شمطة تسود شعرها فإذا ردها رد بدل اللبن صاعا من تمر كما جاء في الحديث، وفي لفظ ردها ورد صاعا من تمر لا سمراء يعني لا يرد قمحا، لا سمراء، لا سمراء، لا سمراء يعني لا يرد قمحا. تعين التمر وهو بمقابل اللبن الذي حلبه، بمقابل اللبن الذي حلبه، وخص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، ولذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. نعم. لا ما يجوز غير التمر، يقول لا من السمرة يعني الحنطة. نعم. نعم. ولا قيمة، لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام، لكن الرواية صاعا من تمر هي معروفة وهي صحيحة. نعم. نعم. فترة معينة لا. ثلاثة أيام أعطاه الرسول ثلاثة أيام. هنا. مسألة فإن علم بتخريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، لأن الصاع إنما وجب عوضا عن اللبن. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع صاع من تمر. نعم. رواه البخاري. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه رد شيء، يعني إذا ردها قبل أن يحلبها لا يرد صاع من تمر لأنه لم يأخذ اللبن، واللبن والصاع إنما جعل في مقابل اللبن. نعم. قال ابن عبد البر هذا ما لا اختلاف فيه، ما لا اختلاف، ما لا اختلاف فيه مسألة. نعم. وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رد جارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده، كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس في السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، كان يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأدهان والأصباغ، وكذلك البيت المنزل
لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البوية أو من الجص أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يجب على البائع أنه يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا ما يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار، للمشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. نعم. لا ما يقول أمامك، إذا صار يعلم فيها عيب يبينه، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز له يكتمه يبينه. فإن بين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلمه فيها عيب قال هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه إثم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين يبين يقول أصلحتها بكذا غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي ركب فيها يبينه له يكون على بصيرة. نعم. ضرب الماء وأرسله عليها عند عرضها على الكريم لأنه تدليس، من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى. الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطة الماء، الشلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان ثم لما أراد بيع عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، فالمشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في الواقع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، فهذا غش وتدليس. نعم. لأنه تدليس بما أثبت به الثمن فأثبت الخيار في الرد كالتصرية. كل ما فيه غش وتدليس فإنه يقاس على التصرية في البهائم، إنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه فصناعة في العرف أو كتابة أو أن الدابة هلاجة أو الفهد صيودة أو معلم أو أن القلم مصوف ونحو هذا فله الرد بذلك. لو أن البائع ذكر أن المشتري إن لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب
أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، ساذج المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة هذه أنها هملاجة، يعني سريعة المشي، اللي يسمونها الناس ذلول. الذلول، الذلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين أنها ما هي بذلول، أنها مثل غيرها من الإبل، هذا يثبت الخيار للمشتري لأنه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة، الهملاجة سريعة المشي، وهذا نوع من الإبل معروف بالسرعة، سرعة المشي، يسمونها الحر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فإنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله في هذا الشيء على أنه على الوصف المذكور فتبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم. مسألة: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وخفها من الربح إن كان مرابحة، يثبت الخيار في بيع مرابحة المشتري إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن، إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن كاذبا، فما لو أخبره بأنه كاذب أو صادر فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت المشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحق نص عليه. هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن، وهو نوع من الخيار، تخبير بالثمن. مثلا قال له أنا شريت هذه السلعة بمئة ريال، أبيع عليك مكسب العشر، مكسب العشر يعني بمئة وعشرة، مكسب العشر، تبين أنه شارينا السلعة بسبعين ريال ما هي بمئة ريال، فهو قال له بمئة من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، فيتبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع، ما هو بالثمن الذي أخبر به، لا، الثمن الواقع، له الخيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به. أو قال أنا شارية مثلاً بمئة ريال، أبيعها عليك برأس مالي بمئة ريال، رأس مالي، تبين أنه شاريها بسبعين علشان يأخذ منه زود ثلاثين، صار كاذب، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن. نعم. لأنه لا يأمن الخيانة، لأنه لا يأمن الخيانة في الثمن أيضاً. وقال أفلام الخرقي أنه خرقي، وظاهر كلام الخراقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر. مسألة: يعني القول الثاني أنه ليس له خيار للمشتري، لكن يأخذها بالثمن الواقع بس، وقال أنه شاريها بمئة وتبين أنه شاريها بسبعين، يأخذها بسبعين وليس له خيار، وهذا قريب، القول هذا قريب، لأنه إذا أخذها بالثمن الواقع صار ما عليه ضرر. نعم. مسألة: ولا بد من معرفة المشتري رأس المال، لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة. ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف، لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شريها ما صح البيع، لأن الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مال، كم شراها به، علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنها بدراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وقت العقد، وقت العقد، فإذا قال بعتها عليك برأس مالي نقول لا بد تبين رأس المال كم هو، من أجل أن يكون المشتري على بصيرة، أما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح لجهالة الثمن. نعم. والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم فيقول رأس مالي بها بعتك بنا وربح عشرة،
فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان في بينة أو إقرار أن رأس المال تسحب فالبيع صحيح لأنه زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمعين. وللمشتري أن يرجع للبائع بما زاد وهو عشرة. وحظها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري 99 درهما. مسألة. وإن بان أنه غلط على نفسه يعني البائع خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. فإذا قالت المرابحة رأس مالي فيه 100 والربح 10 ثم عادت قال غلطت فالرأس مالي فيه 110 لم يقبل قوله بالغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قال. ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد رحمه الله وذكره القاضي عن الإمام أحمد في رواية يقبل قول البائع على يمينه إذا كان معروفا في السر، وإن لم يكن معروفا في السر فقد جاز البيع. قال لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه. والقول قول الأمين مع يمينه كالمطيعين والمبارك. وعن رواية ثانية أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق غيره فلا يقبل بدروعه ولا ببينة لإقراره بكذبه. ولنا أنها بينة عادلة. هذه مسألة تتعلق ببيع التخبير بالثمن. إذا قال بعتها عليك برأس مالي وهو 100 ريال شراها على هالأساس، ثم قال لا أنا غلطت أنا شاريها بمئة وخمسين لكن أنا غلطت قلت 100، ما يقبل قوله، ما يقبل قول البائع في هذا لأنه مكذب لنفسه. يعني قال بالأول 100 ثم قال لا أنا غلط هي بمئة وخمسين تبيها بمئة وخمسين، نقول ما نقبل قول البائع لأنه كذب نفسه. إلا إن جاب بينة شهادة رجلين أنه شاريها 150 حينئذ نقول للمشتري لك الخيار إن شئت خذها ب 150 وإن شئت تتركها. أما مجرد إخباره فلا يصدق في هذا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. ولنا أنها بينة عادلة شهدت بما أنت من الصد فتقبل كما تقبل سائر البينات. يعني إذا جاب شاهدين أنه شاريها بأكثر مما قال في الأول تقبل البينة، وقال للمشتري لك الخيار إن شئت خذها بالثمن الذي ثبت أخيرا وإن شئت تتركها لأنك ما علمت بهذا من الأول، أنت مالين على أنهم 100 وتبين 150 يكون عليك ضرر، فإن شئت تقبل وإن شئت لا تقبل. نعم. ولا يصح قولهم إنه أقر اللي بعد المسألة دي. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله خيار بين رده والإمساك. نعم. يعني أن المشتري يكون مخيرا بين الرد وبين الإمساك في الثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمته. هذه أيضا تتعلق بما سبق. لو قال هو شاريها بمئة ويبيعها على برأس مالها بمئة ريال شراها على هالأساس تبين انه يشتريها بمئة مؤجله، فولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال، فهو غرر بالمشتري لانه لو كان البيع حالا صارت مثلا 70، هو قال انا شاريها بمئة على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري، هذا تغرير بالمشتري يوجب له الخيار اذا علم. نعم. يعني ما في شك ان بيع المؤجل اكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري. نعم. لأن البائع لم يرضى بذمته وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا. مسألة. نعم. مسألة. نعم. وإن بان أنه مؤجل. لا قبل بعده اللي بعده خلص نقول. مسألة. نعم. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الكسب إلا أن يرضى بما قال صاحبه. هذا النوع الأخير من أنواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين. حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار الثمن
البائع يقول أنا بايع عليك بمئة، والمشتري يقول لا أنا مشتري بثمانين، أيهما نقبل قوله؟ إن جاب واحد منهم بينة تقبل، وإما جاب واحد منهم بينة يتحالفان، المشتري يحلف أنه ما شراها إلا بثمانين ولم يشتريها بمئة، والبائع يحلف أنه ما باعها إلا بمئة ولم يبيعها بثمانين، فإذا تحالف بطل البيع، وقلنا للمشتري رح لهلك وانت يا بائع رح بسلعك، خلاص البيع بطل. هذا معنى يتحالفان. وكذلك لو اختلفا في المبيع، اختلفا في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى إلا التسليم والقبض، قال البائع أنا بايع عليك كتاب المغني مثلا، والمشتري يقول لا أنا شاري منك صحيح البخاري، أنا شريت منك كتاب المغني، اختلف في عين المبيع، هذا يدعي كذا وذا يدعي كذا، نقول اللي عنده بينه يقدمها، فإذا قدم واحد منهم بينة عملنا بها، لأن البينة على المدعي، فإذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها، إذا ما جاء أحد منهم بينة يتحالفان كما سبق، يحلف البائع أني بايع عليك كتاب المغني ولم أبيع عليك كتاب البخاري، ويحلف المشتري أني إني شاري منك البخاري ولم أشتري منك المغني، فإذا تحالف بطل البيع وانتهى وجوده كعدمه. نعم. لو نكل أقسم واحد ونكل الآخر يقضى على الناكل، يقضى على الناكل. نعم. فمتى اختلفا في قدر الثمن والسلعة القائمة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بخمسة عشر وإنما اشتريته بعشرة، لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتراجعان البيع، رواه ماجه وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وفي لفظ إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار، رواه أحمد والشافعي، معناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف، ولأن جنبة البائع أقوى لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداءة به أولى كصاحب اليد، أولى كصاحب اليد. اللي بعده مسألة. نعم. فإن تحالفا لم ينفسخ العقد. اللي بعده. أصل. نعم. وإن كانت السلعة الثالثة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها كما لو كانت باقية، وعنه قول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، فمفهومه أنه لا يقع التحالف عند عدمها، ولأن إذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المشتري، قول المشتري يكلف بالثمن الذي أقر به، وهو إذا قال البائع أنا بايعها بمئة والمشتري قال أنا بايعها أنا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة، تلفت الآن، فالقول قول المشتري لأنه غارم، يقال له ادفع ثمانين وأنت يا بائع لم تقم بينة على أنك بايع المئة، مالك إلا كلام المشتري، مالك إلا كلام المشتري. نعم. اللي بعدها باب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فرق قيمة السلعة عند السيارة وهي لا تساوي ذلك القيمة. نعم. يقول رفع قيمة السلعة عند السيارة وهي لا تساوي تلك القيمة ما حد ذلك. هذا إيش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك، إيش قصد السائل؟ رفع السلعة، قيمة السلعة إذا كان هذا كذب
قال له كم انت شاريها به؟ قال بمئة. قال اخذتها بما شريتها به وشاريها بسبعين. هذا لا يجوز، هذا حرام، تدليس، كذب، هذا كذب. الواجب انه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع. او قال كم سيمه السلعه هذه؟ قال مسيومه 150 وهي لم تسم. هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا من النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، هذا من النجش، وهو ان يخبر بقيمه غير صحيحه، انه سيمه كذا او انه هو مشتريها بكذا من أجل يغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أنه إذا سأله الزبون يخبر بالواقع. إذا سأله كم اشتراها به أو سأله كم سيمت، الواجب أنه يخبر بالواقع. إن كان هي ما سيمت يقول ما سيمت، وإن كان قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع. أما أنه يقول أنه سيمت كذا وكذاب، هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، توضيح السلعة قبل عرضها للبيع هل هذا جائز؟ لا بأس تنظيف السلعة، يعني يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب، هذا لا بأس، لأن هذا من إزالة الضرر عنها ومن إزالة الأشياء التي تفسد السلعة لو بقيت، فإزالة هذه الأشياء عنها لا بأس بذلك، ليس هذا من الغش، إنما هذا من تنظيف السلعة. نعم. تقول مثلا كان عليها غبار وأزاله، أو فيها تراب وأزاله عنها حتى أصبحت سليمة، ما في بأس هذا. أو كان مثلا القماش جايه شيء من الدنس وغسله من اجل ازاله الدنس عنه، هذا لا باس به، لان هذا لا يضر السلعه وانما يردها الى اصلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، او السياره عليها غبار وتراب وغسلها، راح المغسل وغسلها من أجل يعرضها للبيع، هذا كله ما في بأس، لأن هذا ما يضر السلعة، بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الأشياء التي تؤثر عليها لو بقيت. نعم. هل كل العيوب حتى كذلك لو كان سدار أراد يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات كنسها، هذا ما في بأس، كل هذه أشياء محسنات ليس فيها بأس. نعم. يقول لا، العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع أو عين المبيع، ينقص القيمة أو العين، هذا هو الذي يثبت الخيار. أما إذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه، مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته، مثل الخصي، خصي من الحيوانات الذي يراد للأكل واللحم، هذا يزيد في قيمته مع أنه نقص في عينه، يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع، لكنه يؤثر زيادة القيمة، فإن الناس يرغبون لحم الخصي أكثر من لحم الفحل، فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلعة، لأنه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قرر أن يشتراها بأقل مما باعها فما الحكم؟ إذا باع رجل على رجل سيارة وبعد أن قرض الثمن اشتراها بأقل مما باعها به. لا بس، إذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم أراد المشتري أن يبيعها، اشتراها صاحبها
ما في بأس، إلا إذا كان هذا حيلة، إذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة، إذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك. نعم. يقول قولة الشيخ: رجل اشترى دابة حامل بثمن مرتفع لحملها، وردت عنده ثم ظهر له فيها عين. نعم. رجل اشترى دابة حامل الأم، أما النمع الذي انفصل هذا من ملك المشتري، لأنه لو تلفت صارت على المشتري. نعم. يقول قولة الشيخ: هل تسمى مسألة التخبير بالثمن بخيار الغنم؟ لا، يسمونها خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، وفيه غبن، وفيه غبن، لكن ما يسمونه خيار الغبن، خيار الغبن سبق مستقل، نوع مستقل. نعم. يقول: ذكرتم أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا علمته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها وخرج من المجلس حتى يتم البيع. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق فشيئا يستغيلا. فهل فعل ابن عمر رضي الله عنه يخالف السنة؟ أجابوا عن هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، أما لو بلغه الحديث فكان هو من أشد الناس تمسكا بالسنة، لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا ورد المشتري عنه بالسلعة لم يعلمه عند عقد البيع بعد شهر من تاريخ عقد البيع، فهل له بيع بها وهل هناك مدة محددة؟ ليس له، ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر، لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش، اذا تعذر الرد ليكونه استهلك السلعه او نقصت بالاستعمال تعذر الرد حينئذ، لكن يستقر له الارش. نعم. قول الشيخ: يقول: اذا قال أبيعك هذه البضاعة بمئة ريال نقدا أو 120 مؤجلا، فما الحكم؟ وهل هذا ربا أم لا؟ ليس هذا ربا. إذا قال لك تشتري هذه السلعة بمئة ريال حالة ولا بمئة وعشرة مؤجلة فليس بهذا بأس، لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق، إما أن يأخذها بمئة حالة أو بمئة وعشرة مؤجلة، يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين، على إحدى القيمتين. والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لأنه لا شك إن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال، فيه زيادة لا شك. الذين يقولون، يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون إن بيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا، هذا كلام ما هو صحيح، كلام ما هو صحيح، بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال. النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، شرى البعير بالبعيرين إلى أجل، ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا، تعطل هذا الجانب. المحتاج يحتاج إلى أن يشتري مؤجل، ما عنده ثمن بالوقت الحاضر، ويشري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته، فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس، فهذا لا يجوز. ألا هذا الكلام ما هو صحيح، أن بيع الأجل لا يجوز، والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم. جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه، والأدلة تدل على جوازه، لكن الزيادة المجحفة، الزيادة المجحفة لا ينبغي، لأن فيها إضرارا بالمحتاج، أو يزيد عليه زيادة مناسبة، زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: سلعة كانت بها عيب بسيط، وكان المشتري يعلم، وكان يعتقد أن سلاحه بسيط، وبعد ذلك ترى أنه صعب، فما الحكم؟ إذا شرى سلعة على أن بها عيب يسير ورضي به
ثم تبين أن هذا العيب ليس يسيرا فإن له الخيار، لأنها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به، ورضي بعيب يسير وتبين أنه عيب كثير وهو لم يرضى بالعيب الكثير، فله الخيار كما سبق. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت في باب الربا أنه لا يجوز التبادل بريالات حديد مثلا على بثلاث ريالات ورق، أريد أن تذكر السبب بالتفصيل. السبب أن هذا جنس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا اتحد الجنس فإنه يقول مثلا بمثل سواء بسواء، والجنس هنا متحد لأنه ريال سعودي، هذا ريال سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق، فهو ريال جنسه واحد، فما وجه التفضيل بينهما؟ لا يجوز هذا، إن الجنس متحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، إذا اختلفت، وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي فلا تجوز الزيادة، هذا هو وجه المنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يوجد إمام مسجد جماعة عالم ببعض القراءات السبعية الصحيحة، يريد أن يقرأ بها في الصلاة الجهرية، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، يقرأ برواية حفص لأنها هي المعمول بها في هذه البلاد، يقرأ بالقراءة المعمول بها ولا يشوش على الناس بذلك، لأن الناس تشوشوا لسمعوا شيء ما قرأوه ولا عربوا. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرأون بقراءة ورش أو بقراءة قنبل، يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل المحل أو أهل البلد، هذا هو المطلوب. وإن كانت تصح الصلاة صحيحة بالقراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح، ولكن إذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس. لا، ما يدرون، ما يعرفون هذا الشيء، يقولون ما يعرف يقرأ القراءة ورش، قالوا لا ما يعرف يقرأ، غلط، ما يدرون عن هذا الشيء. لكن لو صلى بناس يعلمون، طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع، لكن ناس عوام، ناس ما يعرفون هذا الشيء يتشوش عليهم، ما يجوز هذا. كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال أعوذ بالله، هذا حرف القرآن، ما يجوز، هو شوش عليه فأنكر، يصير هذا سبب، لأن العامي ينكر شيء من القرآن، ينكر شيئا صحيحا، وأنت السبب في هذا، أنت اللي سمعت شيء لا يعرفه. نعم. حدث الناس بما يعرفه. نعم. أما إذا كان يصلي في منطقة أهلها يقرؤون بهذه القراءة، أو كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل يفسد عقد البيع إذا لم يحدد الشرط؟ نعم. هل يفسد عقد البيع إذا لم يحدد الشرط؟ إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع، ما في شيء. إذا كان الثمن مجهولا مثلا، أو كان المبيع محرما كالخمر والخنزير وآلات اللهو، البيع باطل. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. نعم. إذا عدم الشرط عدمت صحة البيع. أو كان البيع مثلا بغير التراضي، كان البائع مجبر على البيع، مكره على البيع، أو المشتري مكره على الشراء، لم يصح. قوله تعالى عن تراض منكم، لأن تكون تجارة عن تراض منكم، وهكذا. إذا اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كان البائع أو المشتري غير أهل للبيع كالصغير والسفيه، يعني ليس له، لا يجوز، لا يصح تصرفه، المجنون، البيع باطل لاختلال الشرط. نعم. إذا كان أجبر بحق عليه ديون
وأجبر أنه يبيع بيته من أجل يسدد بيته اللي ما يسكنه، بيت زائد عن سكناه أجبر على بيعه من أجل يسدد الديون الحالة، هذا إكراه بحق لا بأس به. الكلام على إذا أكره بغير حق. نعم. إذا لم تحدد فإنه لا يصح، لا يفسد الشرط ولا يبطل البيع، يصير ما في خيار. نعم. والبيع صحيح. نعم. نعم. ها؟ غلط. غلط البائع. مثل. إيه. المشتري. إيه إذا صدقه رضي قال بأخذها ب 140 ما يخالف لا بأس. إيه نعم إذا رضي ما فيه مانع، إنما البيع عن تراض. نعم. المسافر إذا أقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد إلا يسير، وحانت صلاة الظهر مثلا، حانت صلاة الظهر وهو في الطريق قبل أن يدخل البلد، فالأحسن أنه يصلي الظهر في الطريق، يصليها في الطريق ويقصر الظهر ويأخر العصر، يصليها إذا وصل إلى البلد تامة، هذا هو الأحسن. لكن لو أنه جمع وقصر الصلاتين، صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه صلى العصر وهو مسافر، يجوز له الجمع ويجوز له القصر، صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادة العصر، بل لا يعيد العصر، ما تصلى الصلاة مرتين، إذا صحت الأولى فلا تعاد مرة ثانية. فالحاصل أن الأولى أنه يأخر العصر، لكن لو ما أخر وصلىها مع الظهر جاز له ذلك، وإذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لأنه صلىها وانتهى. نعم. لو أخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تامة، يصلي العصر تامة، يجمع ما في مانع، يجمع لكن يصلي تماما، يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لأنه انتهى السفر. نعم. بعد صلاة العصر ذهبت إلى المسجد النبوي وبقيت فيه إلى أن أذن العصر، فصليت بعد الأذان مباشرة قبل الجماعة، ثم خرجت جالسا قبل الطائرة خشية أن تخلف لي الرحلة، إذا بقيت لا أصلي مع الجماعة فما حكم ذلك؟ وهل أولى أن أذن العصر مع الظهر أو أصلي العصر في المطار؟ لا بأس بذلك، أنت مسافر، أنت مسافر، وإذا كان تخلفك إلى أن تصلي العصر في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ضرر عليك، أنت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف، تصليها جمع تقديم مع الظهر، أو تصلي الظهر وحدها وتذهب إلى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف، المهم أنه ما يلزمك أنك تبقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة، لأن هذا فيه ضرر عليك، الله قد وسع على عباده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت إما أن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإما أن تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار، تصليها في المطار، إذا دخل وقت العصر وأنت في المطار تصليها في المطار. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك بعض الأئمة عند التسليم لانتهاء الصلاة يبدأ بقول السلام عليكم وجهه إلى الأمام، ولا يلتفت إلا عند قوله ورحمة الله، ثم يكرر ذلك عند السلام عن يساره بحيث يتوجه بوجهه إلى الأمام ولا يلتفت إلا عند قوله ورحمة الله، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم لا بأس، الالتفات أصله سنة ما هو لازم، لو سلم ولم يلتفت أصلا، لو سلم
تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحة، والتسليم صحيح ولو لم، لأن الالتفات سنة وليس بواجب. كونه يلتفت على أحسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في آخر التسليمة لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل كانت السمراء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت السمراء موجودة؟ أي نعم، السمراء يعني الحنطة، نوع من الحنطة يقال لها السمراء، موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر يقول لما جاء معاوية وجاء السمراء فقال ما مبتدئ هذا يعني المبتدئ. إيه، لأن السمراء من النوع الجيد، من النوع الجيد، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، اجتهاد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع من بر، صاع من بر، سواء كان من السمرة أو من غيرها، هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. نعم. يقول قول الشيخ، إذا سافر رجل ودخل مدينة وسكن يوم أو يومين ثم أراد أن يأخذ الدهر صلى الظهر جماعة ثم جمع مع الأصل قصر مفردة، فهل هذا جائز؟ لا بأس، ما دام أنه سافر صلى مع الجماعة الظهر ويريد أن يسافر بعد الظهر فإنه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا، لا بأس. نعم. أتممت الصلاة فلا شيء عليك، لأن المسافر له أن يتم الصلاة، ويجب عليه أن يتم الصلاة. إذا صلى وراء إمام يتم يجب عليه الإتمام، لأنه تبع لإمامه، فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ذكرتم في مقالة الماضية أنه يجوز شراء السيارة لا، ما يقول الشيخ محمد هذا أبدا. الشيخ محمد الذي يعرفه أنه يجيز بيع التورق، يبيع بيع التورق بيع الغائبة، لكن لا يجوز بيعها على، لا يجوز بيعها على الدائن الذي قصدها، لا يجوز له أن يبيعها عليه. الذي قصدها على المشتري لا يجوز أن يبيعها عليه، لا ترجع عليه سيارته، لا ترجع عليه سيارته. إن اشتراها صارت هذه مسألة العينة، فلعل الشيخ يقصد هذا، يقصد أنه ما يجوز بيعها على الذي قصدها، أما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم. نعم. إذا اشترط البيع، إذا كان الثمن سيسدد خلال سنة يكون مثلا الثمن 10,000، إذا كان خلال سنتين يكون 12,000، يجوز؟ لا، هذا ما يجوز، لأنه ما تقرر، لا بد يكون البيع الثمن معلوم، هذا ثمن ما هو معلوم الآن، ما صار معلوم،
خلنا نخلص من هذه الآن على بيع ما هو معلوم الثمن. يقول إن سدت سنة في 100 وإن سدت سنة سنتين وب 150 هذا بيع غير صحيح لأن الثمن لم يتحدد. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد. نعم بيع الدم لا يجوز بيع الدم. إذا أعطوهم بدون اشتراط وبدون شيء ما في مانع، هل تكون جائزة أو هدية أو تشجيع، فإذا بذلوه هم من أنفسهم بدون اشتراط ما في مانع. أما إذا اشترط عليهم قال لا ما أعطيكم دم إلا تعطوني كذا وكذا، أو كان ما شرط لكن ناوي هذا الشيء وقاصده، هذا لا يجوز لأن الدم لا يجوز بيعه حرام. أما التبرع به لا بأس لأجل حاجة المرضى، تبرع به هذا من الضرورة، قال الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. فالمريض يبلغ حالة يحتاج معها إلى الدم، ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ضرر أو وفاة، هذا من الضرورة. أما أخذ ثمنه لا يجوز. نعم هذه قبل العقد، هذا تأخير قبل العقد، لكن إذا العقد لازم يجزمون على شيء يجزم. أما قبل العقد تقول أنت تبي أجل طويل في السيارة بكذا، تبي أجل قصير في السيارة بكذا، قبل العقد ما في مانع، هذا عرض وليس عقدا. نعم الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم الذي اشترى شيء استفاد من لبنه ثم كتب من لبن كان مصاب. قلت انه يعيدها ويعيد من حصاد الثمن. اي نعم هذا حديث، هذا حديث ما هو بنقول. نعم يعني ما يكون خراج بالضمان. اذا طلب الاولى ما يكون استفاد من لبن فلا يعيد شيء. لا خراج بالضمان هذا عام خصصه هذا الحديث، هذا خاص.